الرحمن الرحيم، أحب أرحب بحضراتكم في المؤتمر السنوي للتخطيط وإدارة المشروعات الرابع اللي هو بعنوان أفضل استراتيجيات التحكم الفعال في المشروعات. طبعا أنا اتشرفت إن أنا تلقيت دعوة من إدارة المؤتمر لإلقاء المحاضرة دي، واللي إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم وتبقى فتقدر نستخدمها ونقدر نستخدمها في شغلنا كمهندسين شغالين في الكنترول أو شغالين في المواقع أو شغالين في مجالات إدارة المشروعات في العموم، إن إحنا كأداة وكشغل نستفيد منه إن شاء الله. المحاضرة بتاعتنا بعنوان الـ Earned Value Management Efficiency and Corrective Actions، اللي هي فعالية إدارة القيمة المكتسبة والإجراءات التصحيحية اللي بتأثر على المشاريع. كبداية حابب أعرفكم بنفسي، أنا المهندس محمد حسين، حاضر في مجال إدارة المشروعات، بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة أسوان، حاصل على بعض الشهادات الاحترافية من ضمنها البي إم بي، دبلومة في إدارة المشروعات، وحاصل على كواليتي مانجر من الأيزو أورجانيزيشن وسيفتي مانجر من الأيزو أورجانيزيشن، إكسبرت إن كونتراكت سبيسيفيكيشن وإتش آر مانجمنت. نبتدي ندخل على المحاضرة بتاعتنا اللي هي إيرند فاليو مانجمنت إفيشنسي أند corrective action، أو فعالية القيمة المكتسبة والإجراءات التصحيحية. بعيدا عن المحتوى بتاع المحاضرة، إحنا النهاردة بنتكلم من منطلق إن إحنا عايزين نتعرف على التحكم في المشروع، القيمة المكتسبة، منهجية القيمة المكتسبة، إزاي أقدر أستفيد منها، إزاي، إمتى، وإزاي أنا بعمل الإجراءات التصحيحية بتاعتي، وإيه تأثيرها على مسار المشروع بتاعي. أول حاجة عشان نبقى ماشيين بترتيبية خطواتنا، هي ليه وإزاي أقدر أعمل تحكم في المشروع. عشان أعرف التحكم في المشروع النهاردة، لازم أبقى عارف إن أنا عندي قيود أساسية للمشروع هي اللي بعمل الكنترول أو التحكم فيها. أنا عندي 7 قيود أساسية حسب تعريف البيم بوك، إن هو إرضاء العميل، الجودة، النطاق، الوقت، المخاطر، وعندي التكاليف بتاعتي. يبقى اذا انا لما باجي اشتغل، بشتغل عشان اعمل تحكم في القيود بتاعتي بحيث لا تتعدى المخطط لي. يبقى اذا كلمة السر في التحكم هو التخطيط. انا النهاردة عشان ابتدي مشروعي لازم يبقى عندي بيز بشتغل عليها او قاعدة بشتغل عليها. القاعده اللي عندي هي عباره عن ان انا عندي بيز لاين ابروفال، 3 بيز لاين او 3 برامج اساسيه للمشروع، هي النطاق المشروع، بيز لاين الخط الاساسي بتاعه، التكاليف، والوقت. يبقى دول ال3 برامج اساسيه المهمين عندي. ليه؟ عشان يبقى عندي قاعده اقدر اقارن بيها. يبقى التحكم بتاعي هو عباره عن ان انا بعمل تحكم على القيود المخطط ليها عشان اوصل لمرحلة ان انا اسلم البرودكت بتاعي او المنتج بتاعي للعميل. في نفس الوقت لما اجي اتكلم عن القيود، يبقى انا لما باخد منها 3 برامج اساسية، هي النطاق بتاع المشروع، التكاليف بتاعة المشروع، والتايم. يبقى دول هم ال3 خطوط اساسية اللي انا بشتغل عليهم. برضو عندي بيبقى في وثائق متوافق عليها في المشروع بين أطراف المشروع، وفي نفس الوقت عندي تحليل المخاطر والتخطيط ليه، والمخاطر بتاعتي هل هي ثريت، هل هي تهديد، أو هي فرصة، وهقدر أتلاشى الإمباكت بتاعها إزاي والتأثير بتاعها إزاي على المشروع. يبقى أنا من خلال الموضوع ده أقدر أقول إن أنا عشان أعمل تحكم في المشروع لازم يبقى عندي البرامج الأساسية بتاعتي، وعشان اجي بعد كده لما اوصل لمرحلة التنفيذ واشتغل في التنفيذ بيبقى عندي داتا من الموقع دايما موجودة عندي، بالتالي بقدر اقارن بين الداتا اللي جايالي او المعلومات اللي جايالي من المواقع مع المعلومات اللي مخطط ليها، واقدر احكم على مسار المشروع وهل فعليا انا محتاج ان انا اتخذ اي اجراء ولا انا ماشي في المسار الصحيح بتاع المشروع بتاعي. طيب انا ليه بعمل التحكم بتاع المشروع؟ في دراسة زي ما هو واضح قدام حضراتكم كده، وضحت إن 70% من المشاريع بتتخطى الميزانية بتاعتها، وفي نفس الوقت
متخلفة عن البرنامج الزمني. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي درس المشروع بتاعي على سي 1,000,000 جنيه، لما بشتغل في المشروع طبعا ما بعملش حاجة اسمها بحسبش التكاليف بتاعتي وما بخطط لهاش كبيز لاين، ما بحسبش أنا أخلص في قد إيه، ما بحسبش إن أنا السكوب بتاعي أو النطاق بتاعي مكون من إيه. بالتالي بلاقي إن الميزانية بتاعتي لما باجي اشتغل بلاقي ان انا تخطيت الميزانية بتاعتي دي، ويمكن الدراسة برضو قالت ان 52% من المشاريع دي بتتخطى الميزانية ب 189%، وفي نفس الوقت انا متخلف على البرنامج الزمني، ما بنفذش البنود وما بسلمش المشروع في الوقت اللي مطلوب مني. ندخل على الايرند فاليو مانجمنت او إدارة القيمة المكتسبة. إدارة القيمة المكتسبة من أهم الأدوات اللي أقدر أشتغل بيها وأعمل التحكم في المشروع اللي أنا عايزه. فكرة إدارة القيمة المكتسبة ابتدت سنة 1960 عن طريق القوات الجوية الأمريكية، وكانوا بيسموها Cost Schedule Planning and Control System، أو نظم التحكم والتخطيط للتكاليف والبرنامج الزمني. الإيرند فاليو ده عبارة عن أسلوب تحليلي استخدمه ان انا بجيب نتائج الاكشوال الفعليه مع النتائج المخطط ليها، وبمقارنه بيهم بقدر استنتج هل في تاثير على التكلفه زي ما هنوضح لاحقا ان شاء الله، والتاثير على البرنامج الزمني. طيب انا ليه بستخدم الايرند فاليو النهارده يا جماعه؟ عشان نعمل نحس ان احنا شغالين فعليا في تحكم في المشروع بتاعي، لازم اخد اساليب قياسيه بتقيس لي الفروقات اللي بين القيم المخطط ليها والقيم الحقيقية، وأقربهم هي الإيرند فاليو أو القيمة المكتسبة، لأن هي بتشتغل على التكاليف وعلى البرنامج الزمني. بناخد الداتا اللي جاية من المواقع مع الداتا اللي مخطط ليها، وببتدي أقارن ما بينهم، وبالفروقات دي أقدر أحكم على مسار المشروع. يبقى إذن أنا هنا بعمل الرول بتاعي المطلوب مني، إن أنا بنفذ استراتيجية التحكم في المشروع. يبقى انا كل ما بتقدم خطوة في المشروع، يوم اسبوع شهر، ببتدي اقارن النتائج اللي موجودة مع القاعدة الاساسية البيز لاينز اللي قلنا عندنا المهمين جدا جدا، اللي هم هقعد اكررهم لغاية اخر المحاضرة: السكوب، التايم، والكوست او النطاق، والوقت، والتكاليف. دول الخطوط الأساسية، الخطوط العريضة اللي عندي اللي أنا بشتغل عليها لغاية آخر المشروع، ودايما بعمل لها أبديت عشان أشوف أخبار المشروع بتاعي إيه، وأوصل لمرحلة إن أنا ماشي على الرايت باث أو ماشي على المسار الصحيح. طيب النهاردة برضو بستخدم الإيرند فاليو مانجمنت. من أهميتها زي ما أنتم شايفين إنه بتديني ألارم، بتديني إنذار مبكر فعليا، هل أنا مشروعي، هل التكلفة اللي أنا مخطط لها خلال الربع الأول من المشروع أو خلال أول شهر أو خلال أول شهرين بالنسبة لي حسب مدة المشروع، هل فعليا التكلفة دي هي المفترض إن هي تبقى هي اللي أنا منصرف عندي، ولا أنا تخطيت الميزانية الموضوعة؟ هل فعليا أنا نفذت الجزء ده في الوقت المحدد لي، ولا محتاج إن أنا أراجع وأشوف أنا الريسورس بتاعتي هل هي كفاية، هل أنا عندي في مشكلة في التنفيذ، في مشكلة في الإدارة، وفي مشكلة في الموارد، في مشكلة في التوريدات. كل الكلام ده بقدر أراجعه من خلال المقارنات اللي موجودة عندي. السؤال اللي بيطرح نفسه النهاردة: القيمة المكتسبة إيه هي الأسئلة اللي ممكن تجاوب لنا عليها؟ بمعنى أنا عندي وأنا شغال عندي أسئلة كتيرة بتطرح، القيمة المكتسبة إيه مقدورها إن هي تجاوب؟ لا، القيمة المكتسبة كأداة بتجاوبي على أكتر من حاجة. أولا ممكن تقدر تقول لي أنا إيه الفلوس اللي اتصرفت قيمتها قد إيه، إيه العائد بتاع اللي جاي لي خلال الفترة المنصرمة من المشروع. في نفس الوقت أنا هقدر أو محتاج قد إيه عشان أكمل المشروع بتاعي، المشروع ده هياخد وقت قد ايه، انا متقدم على المشروع، متأخر عن البرنامج الزمني، هل فعليا انا تجاوزت الميزانية، هل انا اقل من الميزانية، ايه اللي حصل، ايه الامباكت او ايه التأثيرات اللي حصلت عليا خلال الفترة الزمنية اللي انا بعمل عليها القياسات دي. وطبعا للتوضيح، احنا لما بنيجي نقيس الايرند فاليو مانجمنت لازم بناخد
ديت معين خلال البرنامج الزمني، بمعنى ان انا عندي السكادول بتاعي بتاع المشروع. البرنامج بيبقى متكامل بكل القياسات دي، وببتدي اعمل حاجه اسمها داتا ديت. الداتا ديت ده اللي هو يوم محدد باجي اخد فيه النتائج المخطط ليها، واخد النتائج الميجرمنت اللي هي من السايت او من المشروع، من الموقع او من موقع التنفيذ، وابتدي اعمل المقارنات على هذا الاساس. يبقى انا كده بشتغل على اساس ان انا اعمل مقارنات واقدر احكم على اداء المشروع بتاعي. يبقى اذا الاداه كاداه كفاعليه انا اقدر استفيد بيها كتير جدا، واقدر اتعرف من خلالها على حاجات كتير ممكن تفيدني في المشروع. طيب انا عشان النهارده استفيد من الفاعليه بتاعه الايرنت فاليو مانجمنت، وان هي تقدر زي ما احنا شايفين تجاوب لي على الاسئله دي، يبقى انا عندي متطلبات بوضوح شديد بدون اي تعبيرات. احنا عندنا لازم عشان يبقى عندي ايرنت فاليو، لازم يبقى زي ما احنا قلنا، يبقى عندي تخطيط محترم للمشروع، تخطيط محترف بيديني البرامج الاساسيه بتاعتي للتكاليف، للنطاق، للوقت، عندي هيكلية المشروع متكاملة، عندي هيكل المشروع كله متكامل، عندي كل القياسات اللي أنا محتاج لها، إذا كانت العملات، إذا كانت ساعات العمل، كل الكنترول أكاونت اللي أنا هشتغل بيها اللي هي نهاية هيكلية أي ورك بريك داون ستراكشر، إن الحاجات دي اللي هي مجموع الورك باكج بتاعتي، إن كل الكلام ده لازم يبقى موجود عندي، فبالتالي أقدر أستفيد من فعله. طيب في حالة إن أنا عندي في حاجة ناقصة من الحاجات دي، بقى إذا أنا مش هستفيد من فعالية الـ Earned Value Management كأداة للحكم على أدائي في المشروع، وإنها هي هتفيدني لشغلي وتديني القيم اللي أنا أقدر أحكم بيها على مسار المشروع، يبقى ده الأساس. نيجي نتكلم على المنهجية. ببساطة شديدة إحنا عندنا أي أسلوب في إدارة المشاريع ليه منهجية معينة لازم أمشي عليها. منهجية إدارة القيمة المكتسبة ببساطة شديدة، بعض التعبيرات اللي احنا لو عرفنا الفروق ما بينها يبقى نقدر استخدم القيمة المكتسبة كشغل. أول حاجة عندي هي تكلفة الميزانية للعمل المخطط، بمعنى إن أنا عندي أيتم مخطط له، عندي كاستن كونكريت هصب خرسانة، فأنا مخطط إن أنا الخرسانة دي عملية الصب بتاعتها هتكلفني 100 جنيه. إذا هي دي البي سي دبليو اس اللي هي البادجت كوست اوف ورك سكادول، ان الخرسانه دي كلفتني في الكاستنج 100 جنيه. لكن عندي التعبير الثاني عشان نبقى نوضح الصوره، عندي الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد، يبقى اللي هو القيمه الفعليه للعمل المنفذ، ودي اللي هي مثلا انا اشتغلت فكلفتني 150 جنيه. إذا في الحاله دي ال 100 جنيه هي 150 جنيه هي الاكشوال كوست. طب ايه هنا البادجت كوست اوف ورك بيرفورم، تكلفه الميزانيه للعمل المنفذ، بمعنى ان انا المفترض ان انا في الوقت ده كنت راصد ان الميزانيه هتكلفني في الوقت ده 50 جنيه اللي هي الايرنت فاليو بتاعتي، اللي هي الفرق ما بين قيمه العمل المنفذ من الميزانيه لكميته كتنفيذيه. يبقى انا النهارده عندي بادجت كوست اوف ورك بيرفورمد اللي هي الايرنت فاليو مانجمنت اللي هي الايرنت فاليو بتاعتي اللي هي قيمه القيمه المكتسبه، وهي دي اللي هي بنقول عليها التكلفه من الميزانيه للعمل المنفذ، اللي هي الفرق ما بين الاكشوال كوست والورك بيرفورمد واللي هو القيمه الفعليه والقيمه المخططه. احنا دي هنشتغل على هذا الاساس عشان نوصل للناس يعني ايه قيمه مكتسبه. نكمل باقي الاكسبريشن او باقي الترمينولوجي، باقي المنهجيه بتاعتها. المنهجيه بتاعتنا بتقول ان انا مثلا ممكن احنا نشرح مثال بسيط كده، هو مش موجود في المحاضره لكن ممكن اقول لحضراتكم. يعني لو افترضنا ان انا عندي بند تكلفته 1000 جنيه فلمدته 100 يوم، وعندي البند ده جيت بعد 10 ايام، البند ده تكلفته اساسا المفروض 1000، يبقى اذا بعد العشر ايام لو انا مخطط له هيكلف 20%، يبقى احنا بنتكلم تقريبا في تقريبا 20 ال 20 جنيه. طيب انا النهارده المفروض القيمه المخططه هي ال 20 جنيه، القيمه الاجماليه 1000 جنيه، بعد 10 ايام لقيت ان انا لا انا نفذت
ب 10 جنيه، تقريبا صرفت 10 جنيه ونفذت 10%. يبقى اذا النهارده طالما نفذت 10%، يبقى انا عندي القيمه المخططه هي المفروض ان انا هنفذ ب 200 جنيه، لكن الاكشوال ان انا نفذت ب 100 جنيه. يبقى الايرنت فاليو هنا هي قيمه ال 10% اللي هي مثلا نقدر نقول فيه ال 1000، يبقى انا نفذت هنا تقريبا ب 100 جنيه، يبقى هي دي الايرنت فاليو بتاعتي. يبقى اذا النهارده انا عندي، لو انا كلفني البند فعليا 150 جنيه، وانا عندي القيمة المخططة 200 جنيه، يبقى القيمة المكتسبة بتاعتي هي ال100 جنيه. ازاي جبتها؟ جبتها عن طريق ان انا عندي كمية العمل المنفذة في القيمة المخططة لي من الميزانية، وبالتالي انا جبت كده الايرنت فاليو او القيمة المكتسبة. نكمل التعبيرات بتاعتنا. البادجت ات كومبليتيشن اللي هو الميزانية عن اكتمال العمل، وفي برضو الحسابات عشان اقدر اكمل العمل اللي هي بنسميها الاستيميت ات كومبليتيشن. في عندي الكوست فارينس اللي هو الفروقات في التكاليف، في عندي الاسكادوال فارينس اللي هو الاختلاف او الفروقات في البرنامج الزمني، واخيرا عندي الفارينس ات كومبليتيشن اللي هي اختلاف في عن اكتمال العمل. ويمكن التشارت اللي قدامنا ده بيقول ان انا عندي، لو انا عندي هنا التايم وهنا الكوست، هنا الوقت والتكاليف، فانا عندي الازرق ده هو الاكشوال كوست لانه بيوصلني للتكلفه الفعليه، البلاند فاليو اللي هي القيمه المخططه الى ان يصل الى اخر المشروع. لو جيت انا عملت التايم ناو ده اللي احنا قلنا عليه الداتا ديت، الخط الراسي ده اللي هو مكتوب عليه تايم ناو، بيقول لي ان انا عملت قياس ما بين الاكشوال وما بين البلاند وما بين الايرنت فاليو، يبقى هي دي بتديني الفروقات. هو ده اللي انا اقدر احكم بيه، يبقى انا في اي وقت اقدر اشتغل على هذا الأساس وأطلع القيم اللي تحكم لي على مسار المشروع. تكملة لموضوع المنهجية، يبقى إحنا كما شرحناه قبل كده، أنا عندي في تكلفة، عندي في الثلاث قيم الأساسية اللي أنا أقدر أشتغل عليهم كمنهجية الإيرنت فاليو أو القيمة المكتسبة، هما القيمة الفعلية اللي بنسميها الأكشوال، القيمة المخطط ليها اللي بنسميها البلان، والقيمة الإي في اللي هي جزء من البلان مع الأكشوال بتديني القيمة المكتسبة بتاعتي. طيب احنا لو افترضنا ان في عندي اسئلة تقدر تجاوب لي عليها الـ earned value او القيمة المكتسبة زي ما اتكلمنا قبل كده، فهنقول ان انا عندي ايه كمية الشغل اللي المفروض يتعمل، يبقى دي هي القيمة المخططة. طيب ايه الشغل فعليا اللي اتعمل، اللي هي بنسميها how much work is done، دي اللي بنسميها الايرنت فاليو. في السؤال الثالث بيقول لك هاو ماتش ديد ذا از دان ورك كوست، يعني التكاليف الفعليه دي الاكشوال كوست ورك بيرفورمد، وات ووز ذا توتال جوب. يبقى احنا بنقول ان الميزانيه عندنا اخيرا هي الميزانيه عند اكتمال المشروع، قيمتها قد ايه كفلوس، وايه المتوقع عشان اعمل اكتمال المشروع واصرفه. يبقى هو ده الاي اي سي او الاستيميت ات كومبليتيشن. يبقى اذا انا لما بتكلم على منهجيه الايرنت فاليو، يبقى انا بتكلم على ثلاث حاجات اساسيه ارجع لحضراتكم بيها، هو البلاند فاليو زي الصوره كده، القيمه المخطط ليها، والقيمه الاكشوال، والايرنت فاليو اللي هي القيمه المكتسبه. يبقى دول الثلاث قيم اللي انا اقدر من خلالهم استنتج الايكويشن. وحضراتكم هتلاقوا في البين بوك ان شاء الله، هتلاقوا فيه السمري بتاع الايرنت فاليو، وهتلاقوا فيه كل المعادلات اللي انا اقدر وازاي استخدمها حسابيا عشان استنتج في التقارير. يبقى اذا فعاليه لما نيجي نتكلم عن ما اللي احنا استفدناه خلال السلايدز او الشرايح اللي فاتت، ان انا عرفت يعني ايه تحكم، ان وفي نفس الوقت عرفت ايه اهمية التحكم في المشروع. في نفس الوقت انا عرفت ان انا عندي برامج اساسية لازم تكون موجودة عندي عشان اضمن ان مشروعي ماشي على المسار الصحيح والمشروع بتاعي ناجح. عرفت انا ايه هي القيمة المكتسبة، وقلنا ان احنا القيمة المكتسبة دي جزء او اداة بتشتغل معايا التحكم في المشروع، وان عشان تكون موجود معايا كأداة ليها فايدة لازم يكون عندي متطلبات معينة موجودة، أهمها هي إن أنا عندي برامج أساسية للمشروع، سكوب، بيز لاين، النطاق، والتايم، الوقت، والكوست، التكاليف، وإن كمان لازم يكون موجود في
الهيكليه الهرميه للورك بريك داون ستراكشر للعمل بتاعي موجوده، واللي من خلالها بحسب اللي بستخدمها كادوات عندي في العمل بتاعي والتكاليف والوقت وحسابات الانشطه زي ما احنا عارفين. يبقى انا النهارده بقدر احكم على فعاليه الادوات المستخدمه من خلال الكيورد اللي احنا قلنا عليها التخطيط. يبقى لما بيوصل لمرحله ان انا عندي تخطيط محترم في المشروع، عندي تخطيط محترف في المشروع، يبقى انا اقدر اعمل تحكم بيبتدي من مرحله التخطيط وينتهي مع نهايه المشروع. يبقى انا اقدر استخدم اي اداه، ومن اهم الادوات دي هي الايرنت فاليو او القيمه المكتسبه اللي من خلالها بطلع القيم اللي تقدر تديني الحكم والرؤيه الصحيحه على مسار المشروع، اذا كان المشروع ماشي بمساره الصحيح او لا. المنهجيه بقى عشان نيجي نستخدمها، انا عندي نوعين من التقارير بتستخدمهم او بتستخدم فيهم الايرنت فاليو. اول نوع من التقارير هو في التكاليف. انا الحاجتين مهمين عندي كوقت وكتكاليف. انا لو راجل منفذ النهارده في المشروع، يهمني في الاساس ان انا اعرف هل انا فعليا ماشي مع التايم بتاعي والتكاليف بتاعتي، ومن اهم الحاجات. يبقى انا عشان اجي اشتغل باجي اعمل الريبورتس او التقارير عن الكوست. طيب لما نمسك كلمة تقارير، برضو من الحاجات اللي بحابب ان انا انوه ليها ان انا النهارده عندي حاجتين مهمين في التقارير: انواع التقارير و مستويات التقرير. طبعا انا النهارده كاطراف مشروع، في طرف افترضنا ان احنا عندنا مشروع انشائي، فانا عندي 3 اطراف: طرف الاستشاري، طرف المقاول، وطرف المالي. طرف المالك دايما لما بشتغل عليه او بشتغل معاه في التقارير بديله تقارير ليست مفصله، ولكن بتشتغل على الميجور ايتم، على الحاجات الكبيره وعلى الكميات وعلى الفلوس وعلى الوقت اللي عدى بدون تفاصيل كتير. الاستشاري بيطلب مني ويكلي باي ويكلي، بيطلب مني الشغل بتاعي. برضه في نفس الوقت ليه نوعية من التقارير. أخيرا وليس أخيرا هي المقاول نفسه. أنا لو راجل مقاول عندي تقارير تقدم، تقارير مواقف تنفيذية، وكل التقارير دي بتقدم للمالك والاستشاري، ولكن باختلاف التفاصيل الموجودة فيها. يبقى أنا لازم قبل ما نبتدي في المشروع لازم بيكون الورقيات دي واللي احنا أشرنا ليها، إن أنا بيكون عندي وثائق متوافق عليها في المشروع، ومسار المشروع، مسار الاتصالات في المشروع من الحاجات المهمة جدا عشان أوجه التقارير بتاعتي، وبرضو نوع التقارير متوجه لمين. لو جينا نتكلم بقى عن التقارير بتاعتنا كتقارير earned value أو قيمة مكتسبة، نقدر نقول إن إحنا كتكاليف زي ما أشرنا في البداية، أنا عندي 3 حاجات مهمة: عندي الـ actual cost أو القيمة الفعلية، عندي الـ planned value، وعندي الايرنت فاليو. طيب انا في الكوست بستخدم ايه؟ بستخدم الايرنت فاليو او القيمه المكتسبه والاكشوال كوست. يبقى الاكشوال كوست القيمه الفعليه للعمل المنفذ، والقيمه المخططه من الميزانيه للعمل المنفذ اللي هي الاي في بتاعتي. يبقى لما اجي اعمل ما اعمل ان انا اقسم الاي في على الاي سي زي ما المعادله موضحه، هتديني حاجه اسمها كوست بيرفورمانس اندكس اللي هو معدل الاداء للتكاليف. طيب ايه فايدته؟ فايدته ان انا عندي السي بي اي ده لو بيساوي 1 يبقى انا اون بادجت. يعني ايه اون بادجت؟ يعني العمل تكاليف العمل المخطط ليه تساوي تكاليف العمل الفعليه المنفذه. طيب لو انا عندي اقل من 1 يبقى اذا انا تخطيت الميزانيه. يعني لو اتكلمنا عن المثال اللي قبل كده ضربناه وقلنا ان انا عندي الايرنت فاليو كانت تساوي 100 مثلا، وان الورك بيرفورمد بتساوي 150، يبقى انا لما اجي اقسم 100 على 150 تقريبا هتديني 75%. يبقى انا بتكلم ان اقل من 1. يبقى لما اقسم ال 100 على ال 150 هتديني اقل من 1. يبقى معنى كده ان انا طالما اقل من 1 يبقى انا اوفر بادجت، يعني تخطيت الميزانية. طيب لو أنا أكبر من 1 يبقى أنا لأ، أنا كده تحت الميزانية بتاعتي، بمعنى إن أنا الإيرنت فاليو اللي عندي لو كان عكسنا الرقم إن الإيرنت فاليو هي اللي ب 150 والقيمة الحقيقية هي اللي ب 100، يبقى إحنا لما نقسم ال 150 على 100 هتدينا 1.5، يبقى أنا أقل من الميزانية، وهو كلام غير منطقي غالبا في مشاريعنا.
احنا عايزين نوصل لمرحلة الايديال زي ما بيقولوا، ان انا متماشي مع الميزانية وليس اقل منها. يبقى انا النهاردة لما اجي اعمل ريبورت يختص بالقيمة المكتسبة في يوم داتا دي، الطلب مني ان انا اعمل الريبورت ده، بشوف التكلفة الفعلية اللي موجودة مع الاي في اللي موجودة، واقدر بقسمتهم على بعض تديني تقرير مبدئي يقول لي اذا كنت انا فعليا مع الميزانية، تخطيت الميزانية، ولا انا اقل من الميزانية المخططة. واقدر اعرف برضو الكوست فارينس، الاختلاف في او الفروقات في الميزانية، ان انا بطرح الاي في ناقص الاي سي اللي هو اللي احنا قلنا عليه اي سي دبليو بي اللي هي اكشوال كوست وورك بيرفورمد، تديني الفروقات في التكاليف اللي موجودة عندي. هنا النهاردة انا عرفت ازاي احكم على الكوست. نيجي للجزء بتاع التقرير التاني، ان انا احكم على السكادول او احكم على البرنامج الزمني او الوقت بتاعي. بنفس المنطق باخد الجزئية اللي هي في التريانجولر بتاعي، الجزئية التالتة اللي هي البي سي دبليو اس اللي هي البادجت كوست اوف وورك سكادول، بمعنى القيمة المخططة للعمل او القيمة الميزانية للعمل المخطط. يبقى انا بشتغل برضو الاي في بتاعتي اللي هي الايرنت فاليو اللي هي بتساوي البي سي دبليو بي او البادجت كوست اوف وورك بيرفورم اللي هي القيمة من الميزانية للعمل المنفذ، وبقسمها على القيمة المخططة. إذا ادتني الرقم يساوي واحد يبقى أنا اون سكادول، لو ادتني الرقم أقل من واحد يبقى أنا بيهايند سكادول، لو ادتني إن أنا أكبر من واحد يبقى أنا أهيد أوف سكادول. يعني لو رجعنا للمثال بتاعنا وقلنا إن إحنا عندنا الـ EV دي تساوي 100 والـ PCWS بتساوي 200، يبقى إذا أنا عندي تقريبا بنص، يبقى أنا أقل من واحد يبقى أنا behind schedule. يبقى لما اجي احكم على الايتمز اللي احنا قسنا عليها هنقول لا احنا behind schedule and over budget. يبقى الرؤية العامة هنا لا، ان انا متخلف عن البرنامج الزمني، وفي نفس الوقت ان انا تخطيت الميزانية المسموح او المخطط ليها في المشروع للبنود دي، وبالتالي اقدر اشتغل وادي التقارير للإدارة العليا بتاعتي اللي هي بتاخد الاكشنز المطلوبة للمشروع. مثال بسيط برضو عشان نستوعب شوية عملية الايرنت فاليو مانجمنت او عملية ادارة القيمة المكتسبة بتاعتي وفعاليتها، ان مثلا في المثال ده بيقول ان انا عندي انا كمشروع عندي انشاء 16 ميل تقريبا، فال16 ميل دول المفروض ان انا اخلصهم في 12 اسبوع، والمفروض إنه الميزانية بتاعتهم هي 600,000 دولار. النهاردة بيقول لي إن أنت عندك في داتا ديت بعد 3 أسابيع صرفت فعليا 125,000 ونفذت من الستاشر تلات أميال. يبقى النهاردة لو افترضنا هنقول إن أنا ربع في في الكوارتر الأولاني، في الربع الأولاني من المشروع في أول 3 أسابيع أنا نفذت بما قيمته 125,000 ونفس الوقت نفذت 3 ميل. يبقى لما نيجي المطلوب مني ايه هنا؟ المطلوب بيقول لك احسب من خلال القيمة او المكتسب اللي عندك، هل انت على الجدول عند على البرنامج الزمني فعليا، وهل انت مع التكاليف ولا بره التكاليف، وفي نفس الوقت استميت at completion. احنا اللي هنحسبه مع بعض دلوقتي، هنقول ان انا عندي planned value، عندي قيمة مخطط ليها اللي هي 150,000. جبناها ازاي؟ لان انا عندي ان ال3 اسابيع دي هي ربع 12 اسبوع، يبقى 25% في القيمة المخططة في 600,000 هتديني 150,000. يبقى هي دي القيمة المخطط ليها المفروض ان انا اشتغل عليها. عندي الاكشوال كوست اللي هي 125,000، نفذت بيها كتكاليف هي 125,000. بعد كده اللي انا الاي في بتاعتي في الفتره دي في اللي عندي الداتا دي ده عند ال3 اسابيع هي نسبتها 0.1875 في 600,000، يبقى ادتني 112,500. يبقى انا عندي اهم 3 قيم اقدر من خلالها اشتغل. طيب النهارده لما نيجي اطلب من حضراتكم واقول مثلا دلوقتي عايزين نعرف تأثيرها على الكوست،
البي في دي اللي هي اشرنا ليها، اللي هي بتساوي البي سي دبليو اس او البادجت كوست اوف ورك سكادول. طيب والاكشوال كوست اللي هي اكشوال كوست اوف ورك بيرفورم. طيب لما اجي اشتغل على التكاليف هاخد انهو قيمه عندي ككوست؟ هاخد الاي في اللي هي 112,500 وهقسمها على ايه؟ على الاكشوال كوست بتاعتي اللي هي 125,000. طيب هتديني كام؟ هتديني 9 من 10. يبقى ايه منطقة 9 من 10؟ 9 من 10 النهارده هي معنى ان انا اقل من 1، يبقى انا جبت الكوست بيرفورمانس اندكس، جبت المعدل اللي بيقول لي ان انت اقل من 1، يبقى انا في المثال ده تخطيت الميزانية اللي المفترض ان انا اشتغل عليها، بالرغم من اني فعليا انفذ 125,000 لو احنا الميزانية المخططة 150,000، لكن انا فعليا انا تخطيت الميزانية اللي من المفترض ان انا انفذ تقريبا 112,500. طيب يبقى الكوست فارينس بتاعي هنا النهاردة هيبقى بالنيجاتيف، هيبقى 112,500 ناقص 125,000 هتديني ماينس 12,500، هو ده الفرق اللي موجود. يبقى انا تخطيت الميزانية بماينس 12,500. طيب نيجي بقى نشتغل على اساس ان احنا البرنامج الزمني بتاعي، طيب النهارده عايز اعمل التقرير بقى اكمل، عايز اكمل التقرير ناحية البرنامج الزمني، هاجي اجيب القيمة بتاعتي اللي هي 112,500 واقسمها على القيمة المخططة اللي هي 150,000. طيب هتديني تقريبا 75%. يبقى 75% دي كمؤشر ايه؟ يبقى انا 75% انا بيهايند سكادول. يعني ايه بيهايند؟ يعني انا متاخر عن البرنامج الزمني المفترض ان انا كنت نفذت في الفتره دي بما قيمته تقريبا. المفروض ان انا عندي، انا مخطط ان انا انفذ ب 150 لكن انا نفذت ب 112، يبقى انا المفترض ان انا عندي ماينس 38، يبقى انا متاخر في البرنامج الزمني، متعدي التكاليف، عندي فروقات بالنيجاتيف. يبقى المشروع بتاعي لما نقدر نحط في التقرير كده نقول ان المشروع بتاعي اوفر بادجت بيهايند سكادول، فوق الميزانيه ومتخطي للمده الزمنيه المطلوبه، ان انا متاخر عن البرنامج الزمني بتاعي وان انا تخطيت المده الزمنيه المفترض ان انا كنت انفذ في الميزان في الوقت ده اكتر من اللي انا نفذته. يبقى هي دي فايده من فوائد الـ earned value او القيمه المكتسبه، ان انا عندي اقدر احكم على المشروع بتاعي واقدر في نفس الوقت ارفع بيه تقارير موثوق بيها. طيب النهارده ازاي اقدر اعرف ان التقارير دي موثوق بيها؟ زي ما احنا قلنا ان لازم يكون عندي حاجتين، عندي قاعده اساسيه وعندي قياسات موجوده في الموقع فعليه، وبالتالي المقارنه ما بينهم هي اللي بتديني التقارير الريليبل، اللي هي التقارير اللي موثوق فيها، اللي انا اقدر استخدمها كراجل بأدير المشروع او كراجل شغال في البلاننج، ان انا اقدر يا اما ان انا ارفع تقارير الاداره العليا وهي تتخذ الاجراءات التصحيحيه وتحكم على مسار مشروعي، ولا انا فعليا شغال مظبوط فبالتالي التقارير بتاعتي بتطلع واضحه للمشاريع. احنا النهارده كده احنا اتعرفنا على ايه اللي ممكن الايرنت فاليو تديني اجابات عنه، ايه اللي ممكن استفيد بيها من خلال التقارير. والمثال يا ريتكم حضراتكم لو تقدروا تتحصلوا على السمري بتاع الاي في من البيمبوك وتبتدوا تستكملوا المعادلات التطبيقيه، والايميل بتاعي هيبقى موجود ان شاء الله في اخر شريحه، اذا حضراتكم حابين تسالوا في اي شيء انا تحت امر حضراتكم. نكمل بقى الجزئيه من الجزئيات المهمه اللي الناس بتتغافل عنها، وهي ايه الحاجات اللي الايرنت فاليو مش بتجاوب لي عليها او مش بتأديها كدور. اول حاجه الارنت فاليو مش اداه ضامنه للربح، يعني اذا كان عندي اوريدي انا المشروع من اول التندر من مرحله الدراسه كان عندي المشروع ده اساسا دراسته خاطئه، التخطيط ليه غير جيد، التكاليف بتاعته غير مضبوطه، وجيت انا اشتغلت في المشروع واستخدمت الارنت فاليو، فانا النهارده الايرنت فاليو غير موثوق فيها، وهي مش ضمان ان انا، لا ده انا المشروع بتاعي هينجح في الاخر، لا انا بحكم
على المشروع بتاعي. اذا هي جارانتي، مش جارانتي اوف بروفيت، يعني مش ضمان للربح. في نفس الوقت ان المشاريع الضعيفة في الدراسة بتاعتها وفي التنفيذ وفي التحكم كأداة، هي ما تقدرش ترفع لي من مستوى المشروع، طالما ان القواعد الاساسية بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها والقياسات فيهم عدم دقة، يبقى انا بالتالي مفيش فعالية للإيرند فاليو. هي مش الماجيك بوليت، هي مش الرصاصة السحرية اللي تقدر تخترق مسار المشروع وتعدل لي وضعه، هي أداة للحكم على مسار المشروع. يبقى أنا النهاردة قبل ما نشتغل في موضوع الإجراءات الصحية، يبقى لازم أعرف إن أنا من أهم الحاجات اللي عندي عشان أوصل لاستراتيجية تحكم فعال في المشروع، إن يبقى عندي قواعد أساسية بشتغل عليها أو برامج أساسية بشتغل عليها اللي إحنا قلنا عليهم الثلاثة. وبالتالي أيا كان الأدوات اللي هستخدمها للحكم أو لعمل تقارير في المشروع وللتحكم وللحكم على مسار المشروع، سواء إن هي قيمة مكتسبة أو أي أداة أخرى، فلازم طالما إن أنا عندي معلومات دقيقة وعندي برامج أساسية وعندي قياسات صحيحة جايالي من المواقع، يبقى إذن أنا فعليا بطبق استراتيجيات محترفة للتحكم في المشروع. نيجي ننتقل للجزء الثاني من المرحلة المحاضرة بتاعتنا، وهو الـ Corrective Action and Project Closing، أو الإجراءات التصحيحية وإغلاق المشروع. يا جماعة إحنا النهاردة لما بنيجي نتكلم على الإجراءات التصحيحية، يبقى إحنا بنتكلم لما بيكون يظهر عندي ألارم في المشروع، زي ما إحنا بنستخدم مثلا إيرد فاليو بتديني ألارم بتقول لي أنت تخطيت الميزانية أو متأخر عن البرنامج الزمني. يبقى أنا عندي عدة إجراءات لازم أخدها، من ضمنها إن أنا إما إن أنا بزود موارد، إن أنا أحاول أسرع من أداء المشروع بتاعي، أو إني كبلانر بشتغل بعمل كراشنج، أو ان انا بعمل للبرنامج الزمني بتاعي بزود موارد او بشتغل على بنود متوازية، يعني بيكون عندي اكتر من عمل في نفس الوقت بما يتعارض مع مسار المشروع. يبقى انا بشتغل بعمل، من الضروري ان انا اعمل الاجراءات التصحيحية وان انا اخدها اجراءات سريعة عشان اقدر ارجع المشروع بتاعي للمسار بتاعه. يبقى النهاردة الاجراءات التصحيحية هي اجراءات بتعدل لي من مسار المشروع بناء على التقارير اللي موثوق فيها، اللي جات لي وادتني ان اداء المشروع بتاعي ضعيف. والتعريف بتاعها اللي هو موجود قدام حضراتكم هي عبارة عن مجموعة من الافعال لتحل اي تهديد او تأثير جاي لي خلال مسار المشروع. ايه الحاجات اللي بتهدد لي الفيلر او المسار المشروع بتاعي؟ ان انا عندي مثلا ما قابلش المدة الزمنية بتاعتي، يبقى انا الايتمز بتاعتي متخطية البرنامج الزمني بتاعها، ان هي متخطية الميزانية، ان الكلاينت بتاعي ما يقبلش المواصفات او المنتج بتاعي، فبالتالي انا هنا اديت بالمشروع بتاعي للخطر. اقدر ان انا ابتدي ابعد عن اتجنب مشروع الفشل، ان موضوع الفشل بتاعي ان انا التخطيط الجيد، ان انا زي ما احنا شايفين كده بختار الفريق الصحيح للعمل، ان انا بحط القياسات مظبوطة وموثوق فيها، ان انا بعمل برامج اساسية وبناء عليه بقدر اطبق التحكم. يبقى التخطيط ثم التحكم، ويتخللهم التنفيذ الجيد من خلال جودة مطلوبة للعميل. انا النهاردة اوصل لمرحلة ان انا اسلم المشروع بتاعي فعليا كمنتج بالطريقة الصحيحة. احنا النهاردة ان شاء الله كل اللي خدناه لو لخصناه هنقول ان احنا عندنا اداة اسمها القيمة المكتسبة، خدنا التقارير بتاعتها، فعاليتها بتعتمد على القياسات الموجودة في المواقع واسلوبنا في القياسات دي، ان انا اخدها ازاي، وفي نفس الوقت ان عندي برامج او قاعدة اساسية بقدر اقارن بين القياسات وبين القواعد الاساسية. يبقى انا هنا بحكم على فعاليتها اذا كانت فعلا هتنجح معايا في المشروع وهتديني كأداة ان انا اشتغل عليها، ولا هيحصل فشل في المشروع وفشل في ادائها. يبقى انا
حكمت على مشروعي بالفشل بسبب سوء التحكم وسوء اتخاذي للقرارات وعدم أخذ قياسات صحيحة وعدم أخذ عمل بيانات وأساسات للبرامج الزمنية الأساسية اللي موجودة اللي هي السكوب والتايم والكوست. إن شاء الله يكون حضراتكم استفدتم بعض الشيء. شاكرين ليكم ولإدارة المؤتمر الكريم المحاضرة، ونلتقي إن شاء الله قريبا في مؤتمرات جاية، ولتعم الفائدة على كل زملائنا. شكر الخاص للمهندس محمد ماجد صديقي العزيز، شكرا ليكم. كنت معاكم أنا مهندس محمد حسين خلال 45 دقيقة اللي فاتت، وإذا كان في أسئلة عند حضراتكم الإيميل موجود. شكرا لكم مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.